بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده انا مسجله عشان عايز اقول لكم شوية ملاحظات بالنسبة لجراف ريدر، وعايز اقول لكم بعض الانستراكشنز تخص البروجكت، عشان انا فكرت ان انا مهما كتبتها ممكن ما تتفهمش، اما هقولها كده يعني اكيد تتفهم عشان بعد كده محدش يبقى له حاجة. تعالوا الاول جراف ريدر. جراف ريدر في ناس بدأت بتتمرن على الفايل اللي انا نزلته لكم ده، فبعضهم قابلتهم عقبات تخص ريستريكشن فيه في عدد النقط وهو بيرسم السموث كيرف، حاجه ما تهمناش، بس المهم دي ايه عشان العقبات دي ما تقابلناش. هنيجي كده ايه هنا ونقول له نمبر اوف انترفلز، نروح دايس على دي بدل ما هي مدسه هنا ادوس هنا، بس ده كل اللي اعمله. فاذا ايه نعمل كده، وبعدين ايه هدوس بعضهم، يعني مش هدوس كله، هدوس كام واحده كده عشان اوري لكم اهو كده. دبل كليك ايه على كام واحده، بعدين نقول له جنريت كيرف، الداتا جات لي تحت. تمام، يبقى اذا اول ملحوظه بقولها لكم واحنا بنستعمل الجراف ريدر، نركز ان احنا طبعا ايه ما ننساش، ده خطأ شائع يعني وانا بغلط انا كمان، فما ننساش ان احنا نحط الاكس والواي الهاي واللو بتاعهم حسب ما هم على البلوت. وبعدين هنا بدل هو باي ديفولت هيبقى كده، احنا نخليه كده، هندوس تكه واحده بس. وطبعا ايه برجع اقول لكم تاني، يعني احنا بنعمل كده ونقول جنريت كيرف عشان تطلع لي الداتا وانقلها. في ناس تفضل يقول طب انا هقراهم بايدي، ممكن، فممكن ايه اجي بعد ما علمت الاكسس اقف هنا كده، بصوا شوف بصوا على الرقم اللي هنا ده اهو 0.8 حاجه، والواي 1825 معقول، ممكن انقلها بايدي وبعد كده ادخلها بايدي في الايه في السبريد شيت كده او كده، ماشي. المهم بس ايه حبيت اقول لكم على العقبه دي. يبقى ده فيما يخص الجراف ريدر. برضو في ناس ايه قابلتها حاجات ازاي تسجل وايه اللي انا عايزه منك اللي هتسجله وتبعته لي. ادي كي واي بلوت، ماشي، وادي الداتا، انا جبت ايه داتا موجوده. فاحنا بنعمل سيف، ممكن نعمل سيف للداتا لوحدها، ممكن نعمل سيف للجراف ومعاه الداتا. تعالوا نعمل الاثنين، هنقول له فايل سيف او خليها سيف از عشان نشوف هيعمل ايه. بيسألني عايز هو والفيجر، ممكن نقول له اوكي ماشي، هيروح في المكان الديفولت بتاعه اللي هو عندي انا في البروجرام فايلز في الكي واي بلوت، وهيحطه والاكستنشن بتاعه كي واي بي، واروح دايس ايه سيف، هو متسجل من الاول اهو، هسجله تاني ريبليس ريبليس، هيسجل لي فايل اسمه الاسم اللي انا حطيته والكي واي بي. طبعا بقى ايه انتوا ممكن مثلا تبقى مجهز مكان هتسجل فيه على الديسك توب عشان ما يتوهش مننا، تحط له اسم انك هتعرفه بعد كده، اي حاجه. المهم ده اللي ايه اللي هتسجله وهتسجليه وهتبعته لي، عشان انا لما هفتحه هراجع الارقام وهراجع الحسبه ليكوا كلكوا تقريبا، ماشي. فمحدش يقول لي بعد كده انا ما عرفتش ايه اللي اعمله، لا اهو اعمل اللي اتعمل دلوقتي قدامنا في الفيديو. وممكن نروح عند الجراف بنفس الطريقه ونسجله فايل سيف، هيقول لي طب اوفر رايت الاكزيستنج فايل، ما انا خلاص سجلت الفايل بالايه بالفيجر. ممكن اقول له يس وممكن اسميه اسم تاني اي حاجه، ماشي. لو قلت له لا هيقول لي طب سميه اسم تاني، يروح سايب لي هنا فاضي واكتب بقى الاسم اللي انا عايزه، وهيسجل لي الاكستنشن بتاعه كي واي بي. الكي واي بلوت بقى لانه فيرجن قديمه وممكن الويندوز الجديد يعني مش فاهمها كويس، فممكن الفايلز اللي لها اكستنشن دوت كي واي بي الويندوز مش عارف دي بتاعت ايه. وفي بعضكم سالني السؤال ده، بيسجل الفايل فبيطلع الفايل مرسوم كده مربع اصفر وايه وما يعرفش يفتحه خلاص. فالفايل ده بيتفتح ازاي بعد ما نسجله؟ نفتحه من جوه الكي واي بلوت خلاص. يبقى الفايل ده لما اسجله بتاع الكي واي بلوت اجي افتحه، اجي في الكي واي بلوت واقول له
فايل اوبن، هيفتح لي المكان الديفولت بتاعه اول ما فيه الحاجات اللي احنا قلناها. ده المكان الديفولت اللي هو بيسجل فيه. لو انا مسجل مثلا في الديسك توب هقول له ايه، روح شوف في الديسك توب. طبعا مش هلاقي ولا كي واي بلوت فايل هنا، انا مش مسجل حاجه هنا، وهكذا. فاذا هو بيتفتح من جوه الكي واي بلوت بس، مفيش اي حاجه تانية بتعرف تفتحه. خلاص، فما نستغربش من كده. يبقى اذا لما نيجي عشان الفايلز اللي هتبعتوها لي، هتسجل الفايل والفايل اللي فيه الداتا والفيجر اللي معاه، هتسجلهم على شكل كي واي بلوت فايل. وبعد ما تسجله قبل ما تبعته لي، افتحيه مش كده، وتاكدي ان فيه البيانات اللي انت عايزاها اللي عايزه توصليها لي، ما حدش له حاجه. طيب نيجي بقى لل NCSS. NCSS ادي ايه؟ ادي داتا. ده اكزامبل كنا خدناه في المحاضره بتاع البلاد بريشر. فهقول له فايل في الحته اللي فيها الداتا دي سيف، هو متسجل طبيعي ماشي، قول له سيف وخلاص، سجله تاني. طب بس ما ظهرش قدامك، هنقول له سيف از عشان ايه يبان بيسجله ازاي. فهيجي لي في الحته الديفولت بتاعت ال NCSS اللي هي في الدوكيومنتس جوه NCSS في حته اسمها داتا، هو له اسم من الاول عشان انا كنت شغال بيه، وهيبقى الاكستنشن بتاعه دوت اي ان سي اس اس. خلاص، ونقول له ايه سيف، يروح ايه، يروح عامل سيف. يبقى لما نكون عاملين حاجه على ان سي اس اس، نسجل الداتا بالطريقه دي وتتبعت لي، عشان لما اجي انا اصحح افتح الفايل يروح ظاهر قدامي المنظر ده اللي قدامي. طب جيت ايه عملت مثلا ايه، بعمل انا مثلا مالتيبل ريجريشن، وبعدين ايه اخترت الحاجات وهقول له ران، يران ويخلص، وبعدين هيروح كاتب لي النتائج في، لسه ما خلصش، بيخلص اهو النتائج. تمام، النتائج بقى اللي بتتكتب دي باي ديفولت هي الفورمات بتاعتها ريتش تكست فورمات. دي بيقراها الوورد، وممكن يقراها الويندوز، وممكن تقراها كذا حاجه. فهنقول له سيف، سيف از عشان نشوفها، نديله الاسم، وهيبقى باي ديفولت الاكستنشن بتاعه ار تي اف، يعني ريتش تكست فورمات، ما عندوش اختيارات تانية. نروح دايسين كليك على سيف، يروح ايه مسجله. فاحنا اذا في ال ان سي اس اس هنسجل مرتين، مره نسجل الداتا من هنا هيبقى الاكستنشن بتاعها ان سي اس اس دوت ان سي اس اس، ومره نسجل من هنا هيبقى الاكستنشن بتاعها ار تي اف، ويتبعتوا لي الاثنين. طبعا ما حدش هيشتغل بكي واي بلوت وان سي اس اس، يا ده يا ده يعني، عشان ما نضيعش الوقت. فاللي تشتغل بيه هتسجل الحاجة، وقبل ما تتبعت لي نفتحها احنا برضو بنفسنا، نتأكد ان فيها المطلوب ويتبعت. طيب ايه المطلوب اساسا؟ هفكركم تاني، انا مش هكتب الكلام ده، يعني الكلام ده ايه، اللي عايز ياخد نوتس يكتبها لنفسه. اللي هيحصل ان انا هاجي في الصفحة بتاعت سكولوجي بتاعت الماتيريالز اللي فيها الماتيريالز، وهعمل فولدر هسميه بروجكت. ان شاء الله يوم الخميس الساعة 9 كل واحد يروح هيلاقي فايل مكتوب عليه اسمه، يعني لو حد اسمه ايه محمد محمود، يبقى هيلاقي فايل اسمه محمد محمود. تمام، شرطة فيجر مثلا ايه 5 اند 6. يبقى اذا ده الفايل بتاع محمد محمود، والشغل على فيجر 5 و6. عايز بعد ساعة تبعت لي فيجر 5 و6 زي ما انا شرحت لكم في المقابلة اللي عملناها لايف، تبعت لي فيجر 5 و6 دول معمولين يا اما على ان سي اس اس، يا اما على كي واي بلوت، يا اما على اكسل. لو حد حابب يشتغل على اكسل، انا ما انصحش بكده، برضه بعت لي الاكسل فايل. هتبعت لي الرسمة خالصة ومتزوقة، مكتوب عليها كل حاجة، ومعمول عليها الحسابات بالطريقة نفسها بالظبط زي اللي معمولة جوه البيبر اللي احنا بنجيبها لكم، وفي خلال ساعة دي تجيلي. دي الحاجة الأولانية. وبعد كده هسيبكم لغاية نص الليل الساعة 12، ده الديدلاين. ده وقت طويل قوي، يعني هيبقى ايه براحتنا خالص خالص، ممكن نخلص في ساعتين ثلاثة، يعني مش محتاجين كل ده. هسيبكم بقى براحتكم طول النهار، وممكن تساعدوا بعض، بس يعني مساعدة ايه، بالسؤال بالتفهيم، مش مساعدة ان حد يحل لي، لكن كل حد يسأل زميله في حاجة ما تعتبرهاش سرقة، ما فيهاش، انا موافق، بس نسأله ايه رأيي في حاجة، مش نسأله ان ايه خد اعمل لي دي كده تبقى سرقة، ومش هتفرق يعني نسرق ليه، ما اللي عمل الاولانية وعمل في الكويزز خلاص قرب ينجح، يعني مش فارقة، فما فيش داعي يعني. فالمهم ايه،
الريبورت بقى بعد في اخر النهار، عايز ريبورت يجيني مكتوب بالوورد او بالبي دي اف، في بقى في المقارنة بين نتائج حساباتنا ونتائج الناس، اولا طلعت زيها ولا لا، غالبا هتطلع زيها، وبعدين نعمل ريجريشن اناليسيس للفيجرز اللي احنا اشتغلنا عليها ونشوف ايه تعليقاتنا عليها ماشية ازاي، ولو في حاجة تتعمل بطريقة احسن نعملها، ولو في اي ملاحظات نقولها من غير كلام نظري كتير. يعني نقول مثلا ايه، انا شايف ان هنا مفيش مثلا كونستنت فارينس، وبص ادي الايه الريزيدوال بلوت اهو وخلاص، ما تروحش بقى تنقل لي او ما تروحيش تنقلي لي من السلايدز بتاعتي صفحتين عشان يتكلموا على الكلام ده، مفيش داعي خالص. انا عايز بس ملحوظه فيه ولا مفيش، في كونستنت فارينس ولا مفيش، كلمه لو مفيش او في ايه الاثبات، ادي الكيرف ده بيقول كده، ادي التست ده بيقول كده، الكلام ده ماشي. ارجو تكونوا فاهمين الكلام ده. وبعدين طبعا انا سبت لكم فايل تتدربوا عليه، في كذا واحد بدا وواحده بداوا يتدربوا، واللي بيسالني في حاجه بجاوبه، ما حدش هيسالني يوم الامتحان، يعني ممكن تسالوا بعض لكن ما حد يوم الامتحان انا مش هجاوب، او يوم البروجكت يعني اللي هو يوم الخميس انا مش هجاوب اسئله حد. تمام، فارجو اكون كده وصلت لكم المطلوب بوضوح. برضو احنا لسه عندنا وقت لغايه يوم الخميس، اللي عايز يسالني في حاجه اتفضل يبعت لي ايميل وانا هجاوبه، سواء كان على البروجكت بصفه عامه او بالنسبه لاستعمال حاجه في السوفت وير، وتكون حاجه ظهرت وما اتقالتش في الايه في الفيديوهات اللي انا عملتها على استعمال السوفت وير. وبالتوفيق ان شاء الله.